السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة. إخواني أخواتي، بطبيعة الحال مع أخي الأخبار وأخي المستجدات، اليوم غادي نتكلموا في نظام الكبرانات الخبيث اللي كيبيع إيران، وإسرائيل مستعدة أنها تدعم جمهورية القبائل الحرة المستقلة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ووزير الدفاع الإسرائيلي غانس كيقول بأنه مستعدين لمهاجمة إيران. ولكن قبل ما نطرقوا لهذه المواضيع كالعادة الطلب الروتيني، كنتمنى منكم أنكم تلايكي وتبارتاجي قدر المستطاع باش تعم الفائدة وكذلك باش كل استمرارية. ولأول مرة شاف هذه القناة وبطبيعة الحال عجبوا المحتوى ديالنا، ما يبخلش علينا بالاشتراك ويفعل الجرس باش ديما يتوصل بالجديد، وكذلك المتتبعين اللي دائما كيدعموني الله يجازيكم بالخير، والضيوف جداد مرحبا وألف مرحبا. على بركة الله غادي ندخلوا صلب الموضوع. إسرائيل مستعدة أنها تدعم جمهورية القبائل الحرة المستقلة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. من مصادر إعلامية إسرائيلية كتقول وكتصرح أن إسرائيل مستعدة للتعاون مع الشعب القبائلي الحر المستقل، أنها غادي تدعمه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وذلك من أجل ترسيم الحدود بينه وبين الجزائر وكذلك بينه وبين المغرب وتونس من جهة أخرى. كما نشرت خارطة كتضم دولة القبائل الحرة المستقلة المطلة على البحر الأبيض المتوسط. فهذا الاعتراف الإسرائيلي في دولة القبائل الحرة المستقلة غادي يكون رد على الخطوة العدائية اللي شنتها الجزائر على إسرائيل. اليوم العديد من المراقبين كيقول بلي هذا الانحدار الدبلوماسي الجزائري عبارة عن عزلة قارية ودولية للجزائر ونهاية الهيمنة والسيطرة على هياكل الاتحاد الافريقي. فالجزائر اخواني اخواتي اللي كتحاول كالعادة ديالها جعل القضية الفلسطينية اصل تجاري على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، بحيث ما عرفتش فين غادي تردها. التوضيحات رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بشأن قرار منح صفة مراقب لاسرائيل في محاولة فاشلة للنظام الكبرانات الخبيث باش يتصدى القرار ديال اسرائيل. الجزائر كتبايع ايران لرئيس الملالي الجديد خوفا من ردة فعل اسرائيل بعد محاولة سحب الجزائر منها صفة عضو مراقب في الاتحاد الافريقي. وبحيث هاد ايران يعني كيسيطر على 4 ديال العواصم العربية، منها بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. هادشي كامل كديرو الجار العدوة الكبرانات العدوين والأعداء والإرهابيين باش يدعموا الإرهابيين الانفصاليين البوليزاريو. بحيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس استعداد إسرائيل لشن هجوم عسكري على إيران، واصفا إياها بأنها مشكلة عالمية. في مقابلة نشرتها صحيفة ديعو تحنوت الإسرائيلية، رد غانتس بنعم على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمواجهة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران من دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة، ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم جماعة الحوثيين في اليمن. وشدد غانتس على أن إسرائيل بدورها مستعدة لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تعزز قدرتها في هذا المجال لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها. بحيث قال نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة وسنستمر في فعل ذلك. دعا الوزير المجتمع الدولي إلى إدراك أن إيران ليست مشكلة خاصة بإسرائيل بل مشكلة عالمية. كما ألقى غانتس باللوم مجددا على طهران في الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي ناقلة النفط ميرسر ستريت قبالة سواحل سلطنة عمان، وقال يجب إيجاد توازن سياسي استراتيجي بين إسرائيل والمجتمع الدولي تجاه إيران، ويتعين على العالم والمنطقة التعامل مع طهران أيضا من الناحية العسكرية. بالإشارة أن صحيفة ألمانيا أشارت أن إيران قامت بتزويد البوليزاريو الإرهابيين صواريخ أرض جو، وكذلك الإشراف على معسكرات تدريب الانفصاليين الإرهابيين البوليزاريو في الجزائر مع تعاون مع
بسم الله. قالت هذه الصحيفة في مقال تحليلي بأن إيران مستمرة في توسع إفريقيا بمساعدة جماعة حزب الله اللي كتدعمها خصوصا في إفريقيا الوسطى، الكاميرون وغانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية. وضحت هذه الجريدة أو هذه الصحيفة أن دعم إيران لجبهة البوليزاريو الوهمية الانفصاليين الإرهابيين تابع من بحثها باكتسابها نفوذ المناطق الغير مستقرة، مضيفة أن الجبهة غادي توصل من إيران على صواريخ أرض جو، وكتحضر معسكرات تدريب مع حزب الله في الجزائر. وذلك لتدريب الانفصاليين الإرهابيين جبهة البوليزاريو الوهمية. إخواني أخواتي، شكرا للتتبع ديالكم، شكرا للوفاء ديالكم للقناة، وتحية لكم كبيرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، لأول مرة شفت القناة وبطبيعة الحال عجبوا المحتوى ديالنا، ما يبخلش علينا بالاشتراك ويفعل الجرس باش ديما يتوصل بالجديد.